رسول الله، أنا ضري البرا وكان مجد رسول الله. إيه والله الله، إيه والله الله، تبارك الله على البرا والحزن في وادي القطاع والخيول كشيني ركادة. سيدي إدريس التاودي، سيدي يوسف، جماعة ينشدوا لنا لنا بغدة دباجة عريرة سيدي عبد الكريم الوزاني على نهجي بغدة الإمام البصيري. Oh.
حرمتها فك
يا سيدي بك نور الحق مؤتلق أزرت أشعته بالزور والظلم يا سيدي يا رسول الله يا سيدي بك نور الحق مؤتلق أثرت أشعته بالزور والظلم فكيف يسلو محب فكيف يسلو محب إن ألم به شوق إلى الحضن كالبركان في الظرم يا سيدي بك نور الحق مؤتلق يا سيدي بك نور الحق مؤتلق أزرت أشعته بالزور والظلم أشعته بالزهر والظلم لا كيف يسلو محب إن ألم به شوق إلى الخدن كالبركان في الضرم أليس أنه من عدنان محتدوب ومن منازيع أولي الجود والكرم أليس أنه موعود بجناته نعيمها أبدا يدعو إلى النعم هو النبي ختام الرسل بعثته قد شرعت عند بعد الدهر في القدم يا سيدي إنني في صلح جنتكم إقامة وسط الآلاء والنعم أشدو بها وربا بمشرق جذيل يهزه اللحن بين الشدو والنغم ولست كالطير إلا في تهجدي يشفى السقيم به من علة السقم أنا شبيه به فيما يعيش له أعلى الإقامة شاهدت قمة القمم شخصان في المصير أنه علم وأنه في سخاء المدح كالديام فما بلغت رفيع المدح شعوكم الجود جود وفضل الحكم للحكم مولاي